مدينة زويل فندم أعلنت عن تطوير جهاز للتنفس الصناعي للحد من آثار فيروس كورونا. وصلتوا لفين؟ لأنهي درجة؟ والمراحل اللي بعد كده إيه؟ ومين هيمول؟ وإمتى يبقى في السوق؟ أو هتدوا لمين؟ محتاج أعرف تفاصيل من حضرتك. طيب خليني بس أبتدي يعني من منطلق الرسالة بتاعت أي جهة بحثية وتعليمية سواء مدينة زويل أو غيرها، إن إحنا بنشارك في خدمة المجتمع ومشاركة في إيجاد حلول طبعا للتحديات الاستراتيجية اللي بتواجه الدولة والمجتمع. ومن هنا كان علينا بقى كمدينة زويل إحنا نتفاعل بسرعة ونشارك في مجادلة فيروس كورونا. وطلعنا فعلا يعني كوننا فرق بحثية وطلعنا بنماذج أولية، بحيث النماذج الأولية دي اللي هي البروتوتايب. يعني انتوا بس ولا بالتعاون مع حد يا دكتور طارق؟ كنتوا لوحدكم كمدينة زويل يعني؟ في بعض المجموعات البحثية شغالة داخل المدينة فقط من المدينة، وفي منهم معاهم ناس من جامعات أخرى واستشاريين مثلا أطباء أو تخصصات مش موجودة عندنا. وهو ده مبدأ المدينة، إن احنا يعني التخصصات البينية، ما فيش عندنا أقسام مستقلة، لا كله شغال مع بعض. ولذلك كان شيء سهل جدا إن احنا نكون فريق عمل متكامل، وإذا احتاجنا حد نبقى جايبينه من جهة أخرى بيتعاون معانا. فطلعنا نماذج أولية بروتوتايب، بحيث إن هي تبقى، كانت الفكرة إن هي تبقى قابلة للتصنيع وبمكونات محلية. عشان كنت هسألك على المكونات دي. بمكونات محلية. تمام. هو ده الوضع اللي احنا فيه، ان صعب طبعا استيراد حاجات طبعا الوقت الحالي، طبعا رب ضر نفع، احنا نفكر ازاي نعتمد على الداخل. اتفضل. ايوه بالظبط، ويكون في متناول طبعا الجميع من ناحيه السعر وكده. ففعلا في مجموعه بحثيه طلعت جهاز تنفس، صممناه وركبناه وشغلناه بيشتغل نصف آلي، اللي هو بيستخدم قبل الدخول في الرعاية المركزة. مركز. يعني قبل الدخول بيبقى في فترات انتظار طويلة في عربيات الإسعاف أو في قاعات الانتظار. مش اللي بيكون موجود في الرعاية. لا، في الرعاية ده جهاز معقد جدا. تمام. يعني انتوا عملتوا اللي قبل الرعاية. ايوه بالظبط. ان هم يخلي المريض يبقى في حالة ثابتة لغايه ويحسن حالته لغايه لما يخش الرعايه المركزه، وممكن طبعا بيتطور. ممكن ما يحتاجش. وممكن ما يحتاجش طبعا. كده؟ تمام. وانت عارف حضرتك طبعا ان في مستشفيات ميدانيه دلوقتي بدات تتعمل وكده. حاجه زي كده طبعا محتاجين. بتشتغل ممكن بطريقه مانيوال يعني ميكانيكيه، او تشتغل بالكهرباء، او كمان حاطين الاوبشن فيها ان احنا نشغلها بالطاقه الشمسيه. هايل. يعني هو بيشتغل الجهاز التنفس الصناعي اللي حضراتكم عملتوه بمنتج محلي دكتور طارق، بيشتغل مانيوال او بيشتغل بالطاقه؟ مانيوال او ميكانيكيا يعني، او بالكهرباء، او بالكهرباء بطاريات الشحن اللي هي ممكن تتشحن عن طريق الطاقه الشمسيه. طب هايل. بيستخدم الجهاز مره واحده وبيترمي، ولا ده من الحاجات الدائمه اللي بيتم تعقيمها وبيستمر؟ لا طبعا، لا بيستخدم على طول يعني. فاحنا دلوقتي المرحله اللي وصلناها، ارجع لسؤال حضرتك في الاول، ان احنا طلعنا نموذج اولي. الخطوه اللي جايه ان احنا بنعمل عليه طبعا، هو اشتغل وكله، بس لازم نعمل طبعا قياسات ومعايره عليه قبل الخطوه اللي جايه اللي هي الاهم بقى، انك انت تبتدي تصنعه. تصنيعه. عشان تصنع حاجه زي كده. أيوة. وتخش بقى في الماس برودكشن عن طريق جهه صناعيه او كده، طبعا قبلها لازم في ترخيصات من الجهات المختصه، تكون مثلا وزاره الصحه او الصناعه او ايا كان. من هنا وهي فكره، هل عندنا المصانع اللي تقدر تشتغل وتنتج؟ ده برضو ده مهم. عندنا وبدا في تواصل معانا كتير من الشركات والمصانع الكبيره في مصر. طب هاي وهيتم اللقاء معاهم برضو على اساس ان احنا نبتدي نناقش نقله بقى من المرحله البحثيه دي داخل المدينه، ان يبتدي يتحط في ايدين الدوله ان هي تعمل عليه المعايره الصح والاسسمنت المظبوط عشان تدي الترخيص لاستخدامه، والمصنع يقدر يشتغل عليه ويتعامل مع المجتمع بيه يعني. لو احنا كاجراءات ما خدناش وقت في اللي حضرتك حكيته يا دكتور طارق،
نقدر ننتجه من امتى؟ يعني المساله متوقفه على التمويل مش كده؟ هل في علاقه تمويل مع شركه العربي؟ لا حاليا لسه ما فيش، كلها يعني لما بدات الاجهزه تشتغل وكده حصل طبعا تواصل من شركات مختلفه. منهم برضو ممكن يكون كان شركه العربي وغيرها. بس لسه يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني الدور بتاع مدينه دويل انك انت طلعت نموذج قابل للتصنيع لمنتجات محليه وبيخلص دورك هنا. دور لان طبعا انت هتخش بقى في التصنيع وخطوط الانتاج تكلفه وخطوط انتاج والتراخيص والتراخيص طبعا ده من اهم الخطوات. اعتقد يعني ان الدوله حاليا مش هتخش، لو دخلنا في قصه التراخيص وكده مش في العادي بتاخد شهور قبل ما تطلع، ممكن سنين. لا في اولويات، اعتقد طبعا في اولويات. نعم حاليا فطبعا احنا لما لو المرحله الثانيه دي هيبقى مكلف دكتور طارق بالمكون الداخلي؟ لا بالمكون الداخلي يعني هيبقى بضعه الاف جنيهات، ولو اتعمل في الماس برودكشن كميات كبيره ممكن بتقل، ودي تتوقف طبعا على المصنع وهيضيف عليه ايه او مش هيضيف عليه ايه. هتابع مع حضرتك تطورات الموقف. بشكرك فندم، بشكرك والفريق البحثي ايضا بمدينه زويل دكتور طارق السرنجاوي.